بعض التقلبات الجوية متوقعة في المملكة خلال هذا الأسبوع وأجواء مستقرة في مناطق مختلفة. التفاصيل بعد هذا الفاصل. يبدأ هذا الأسبوع بأجواء مغبرة ورياح نشطة في المناطق الشمالية من المملكة، درجات الحرارة تكون حول معدلاتها المعتادة، في حين تسود أجواء مستقرة في باقي مناطق المملكة. درجة الحرارة تكون العظمى في العاصمة الرياض 27 درجة مئوية مثلا يوم الأحد بمشيئة الله تعالى. تبقى الأجواء مستقرة في كافة مناطق المملكة يوم الاثنين مع درجات حرارة حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها المعتادة. أما يوم الثلاثاء فتتراجع درجات الحرارة قليلا، تصل إلى حوالي 25 درجة مئوية في ساعات النهار، وتهبط حتى في ساعات الليل إلى درجات ما بين 12 إلى 15 درجة مئوية، ظهور لبعض السحب والغيوم غير الممطرة في المناطق الشمالية من المملكة. أجواء مغبرة ورياحا قد تكون قوية يوم الأربعاء منتظرة في المناطق الشمالية من المملكة بمشيئة الله تعالى، وتبقى الأجواء مستقرة في باقي مناطق المملكة ولا تغييرات جذرية على درجات الحرارة. يوم الخميس أجواء كما نلاحظ مستقرة في كافة المناطق بالرغم من بعض التراجع المتوقع على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية من المملكة، ظهور لبعض السحب والغيوم غير المؤثرة. أما يوم الجمعة فمن المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتأثر المناطق الغربية من المملكة على وجه التحديد برياح نشطة خاصة في هذه الأجزاء. أما في بداية الأسبوع فتبقى كما ذكرنا الأجواء مغبرة ورياح نشطة في المناطق الشمالية الغربية من المملكة. هذا كانكم لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة. إلى اللقاء.